نرحب بكم مشاهدي الأعزاء في هذه الجولة من الآن والتي نتناول فيها عددا من الملفات. نبدأها بأخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. لمزيد من التفاصيل حول أخبار الطقس وأحوال الطقس ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. بنرحب بحضرتك يا دكتور أحمد، وهذه الموجة الباردة إلى متى تستمر؟ المشاهدين، احنا حاله استقرار مستمريه معايا منذ امس حتى نهايه يوم الاربعاء ان شاء الله، يعني بدايه الخميس تبدا تحسن في الاحوال الجويه. يمكن النهارده الرياح اخف من امس، لكن من غدا ان شاء الله الثلاث هتشتد سرعه الرياح مره اخرى المسير ملوك التأثير التي قد تصل الى حد العاصفه على الطرق خاصه قريبه من النواحي الصحراويه وايضا المكشوف. دكتور احمد، امبارح كان في موجه رمال واتربه، هل ستتكرر غدا او بعد غد حتى نهايه الموجه؟ غدا هتتكرر، غدا ان شاء الله وبعد غد، يعني غدا هتكون الذروه بتاعتها يوم الثلاث ان شاء الله. ذروه الموجه البارده ولا الاتربه؟ لا، ذروه العاصفه. العاصفه الترابيه. ذروه العاصفه الترابيه. الموجه دي هتتكرر في فصل الشتاء في شهور لاحقه وايام لاحقه؟ الموجه البارده. يعني طبعا احنا ما تنساش ان احنا في فصل الشتاء، فيعني ده شيء طبيعي انه يتكرر. لكن الملاحظ دكتور احمد ان فصل الشتاء السنه دي يعني اقصى من الشتاء اللي فات واللي قبله. لا، هو ما اتغيرش كتير عن السنوات السابقه، بس هو النشاط الرياح والاتربه هي اللي اختلفت عن السنوات السابقه. وده السبب هي يا دكتور احمد؟ يعني بعدي الى التغيرات المناخيه اللي اثرت على العالم كله. في كل الاحوال دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا.